الأخلاق اللي تطلب منا تختلف عن الأخلاق اللي تطلب من عامة الناس. كل فرد يجب أن يكون متخلق، ولكن المطلوب منا مستوى آخر من الأخلاق. الناس ينظرون إلينا بعنوان أننا ممثلون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بعنوان أننا ممثلون للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. الله تعالى يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وآله يقول لهن: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. زوجة النبي مو مثل امرأة عادية، عملها سلوكها له إشعاع اجتماعي. إحنا كل خطوة من خطواتنا، كل كلمة من كلماتنا، كل عمل من أعمالنا إلى إشعاع. فإحنا يجب أن نحاول أن نكون تجسيدا مصغرا لأخلاق النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مقدمة هذا أن نطالع حياة النبي والأئمة الطاهرين. هواية أكو فرق بين فرد يطالع تاريخ النبي والأئمة وواحد ما يطالع. إحنا الآن نعيش في مجتمع في كثير من جوانبه يغلب عليها الفساد، لنتلقى الأخلاق من المجتمع. المجتمع ليكون ملاك إلنا ومقياس إلنا. إحنا يجب مباشرة نتصل بالمنبع، نشوف كيف كان يعيشون. إحنا أحيانا نكون لنفسنا إطار معين وأفكار معينة ومنهج معين في العمل والحركة. يجب أن نطبق ذلك على حياة النبي الأعظم والأئمة الطاهرين. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.